مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى مواصلة التعامل بحزم مع برنامج إيران البالستي. المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي إعلان استقلال إقليم كاتالونيا الأحادي الجانب. افتتاح مركز مكافحة الفكر المتطرف في منطقة درع الفرات بريف حلب الشمالي. في أخبارنا المنوعة، دراسة استقصائية حديثة تظهر أنه تم إغلاق قرابة 1300 مدرسة في أفغانستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية لعدة أسباب على رأسها الأمن. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن ثلث أسر الروهينجا الفارين إلى بنغلاديش بسبب الاضطهاد في ميانمار من بين الفئات السكانية الأكثر ضعفاً. دراسة أمريكية تحذر من أن التلوث الهوائي يتسبب في إصابة 10 ملايين و700 ألف شخص بأمراض الكلى المزمنة سنوياً حول العالم. متحف لوفر أبو ظبي يفتح أبوابه، وسيكون المتحف متاحاً للجمهور اعتباراً من يوم السبت المقبل.